الناس اللي باغيين لي اير دروب وما باغيينش انهم يديروا التداول، غادي يمكن لكم انكم تستافدوا من هذا الاير دروب هذا بمجرد انكم تسمعوا البودكاست ديال جي دوت ايو وتربحوا العمله ديال لوا. خليكم معايا. الناس اللي مكيعجبهمش انهم يديروا تداول باش انهم يمكن لهم يربحوا شي اير دروب او في تريدين كومبيتيشن، هاد النهار كاين كيفوي او لا اير دروب فيه 6100 عمله ديال لوا باش يمكن لك انك تبارتيسيبي في هاد الاير دروب. هذا غادي دير مهمات صغارين اللي غادي يخولوا لك انك تربح في الاير دروب. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، فالمنصه ديال جيدوت ايو عندها بودكاست ديالها اللي كتهضر فيه على نيوز ديال بيتكوين وديال كريبتو نيوز واي حاجه كتتعلق بالميتافيرس الان اف تيز والعناوين الكبارين اللي كيكونوا في داك المده الزمنيه هذيك. غادي يمكن لكم تلقاو لي زيبيزود سواء بالانجليش سبانيش ولا تركيش. اما كل ايبيزود كيكون فيها واحد سبونسور، سبونسور ديال هذه الحلقه هذه اللي هي لوا. الناس اللي غادي يبغيو بارتيسيبي في هذا الاير دروب هذا غادي يبدا من 7 افريل حتى لو 14 مارس، وفيه 6100 عمله ديال لوا اللي غادي توزع على 50 رابح اللي غادي يسمعوا البودكاست. اللي عليك هو انك تفيزيتي البودكاست شانل بسبورت اوت وتجاوب على الاسئله، دير سبسكرايب وتعطي 5 ستار ريتين ابل، و اومام طون تسمع لي زيبيزود على الاقل 90 ثانيه في سبوتيفاي، دير فولو لجي دوت ايو لوا اوفيشال موبا في تويتر، وتولي دير ريتويت بالهاشتاج جيت ايو ليج اوف انشن و جيت بودكاست. بالنسبه للناس اللي غادي بارتيسيبي وغادي يوصلهم اير دروب ديالهم في الوالت ديالهم من بعد 14 يوم. اما بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو بارتيسيبيو ديريكتومون، غادي تلقاو هنايا في التالي ديال لاباج هاد لي زيكون هادو اللي غادي تبركو عليهم، وكل وحده فيهم غادي تعطيكم دي بوين اللي هما دي انتريز، اللي كل ما جمعتو بزاف ديال الانتريز كل ما غادي يكون عندكم حظوظ اكثر انكم تربحوا في هاد الاير دروب هذا. واللينك ديال هاد لاباج هادي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف هكا باش تدخلوا ديريكتومون وبارتيسيبيو في الاير دروب. كان هذا هو الفيديو ديالنا على البودكاست اير دروب اللي فيه 6100 لوا للربح. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.